واقعا ما يحصل في الفاول الكبير في ميناء الفاول الكبير هو جزء من استراتيجيه كبيره تسود معظم الاستثمارات في وسط وجنوب العراق. بدات هذه منذ اكثر من سنه او سنتين في القطاع النفطي. هناك كثير من الشركات الان في القطاع النفطي انسحبت وسلمت او باعت او سحب العمل منها وسلمت الى شركات صينيه. هاي العملية جزء وامتداد لنفس الاستراتيجية. هناك محاولة لسحب هذه المقاولة التعهدات. أكسون موبيل باعت ثلاث أرباع عملها للصين. تم سحب العمل من شيل في مجنون ولشركة الحفر، وشركة الحفر سلمت العمل إلى الصين. كويت إنرجي باعت حقل السيبة الغازي إلى الصين. حقل الحلفاية أصبح لدى الصين. 50% من الشركات النفطي أصبحت لدى الصين. فهذا جزء من مسلسل كبير يهدف إلى سحب العمل من كل الشركات غير الصينية، وحصريا سوف يمنح معظم العمل في الشركات والصناعة الاستراتيجية في العراق لصالح الصين. هذه الاستراتيجية طبعا لها علاقة تدعمها جهات عراقية في الداخل، وهذه الجهات العراقية في الحقيقة أيضا تمثل امتدادات تشير إلى أن لها علاقات ب الحرس الثوري الإيراني وشركات حرس الثوري الإيراني، وأن الموضوع الشركات الصينية أصبح له علاقة في الحصار على إيران وعملية تبادل العملة. واقعا ترى في الواجهة شركة صينية، ولكن ما أن تستلم الشركة الصينية العمل حتى تسلمه لشركات ثانوية تنتهي في النتيجة إلى شركات لها امتدادات في الحرس الثوري الإيراني. هناك علاقة استراتيجية بين الحرس الأحمر والحرس الثوري الإيراني هي ما يحرك كل الأمور في وسط وجنوب العراق في راسيا ما في القطاع الاقتصادي. يعني السيد رمضان، كل ما ذكرته الآن البعض أو الكل يتحدث عن وجود ضغوطات تواجه الشركة الكورية، هل هذا هو المقصود بالضغط يعني؟ هذا بالضبط. الشركات لو تبحث على الجهاز ستجدها مرتبطة في الحرس الثوري الإيراني، وهناك علاقة استراتيجية بين الحرس الأحمر والحرس الثوري الإيراني في هذا الصدد. في الصين هناك علاقات هائلة بين الحرس الأحمر شركات الحرس الأحمر وشركات الحرس الثوري. الشركات الصينية اللي ما تسمى بشركات صينية في الحقيقة هي كلها شركات حكومية تابعة للحرس الأحمر. فهذا جزء مؤكد، وسوف يتم حل العقد بين الشركة الكورية وسوف يمنح إلى شركة صينية، والشركة الصينية في الحقيقة هي جزء من هذه الاستراتيجية التي لم يتعقبها أحد. لو ذهبت الآن ووجدت طريقة تنفيذ الشركات الصينية وارتباطاتها ولمن تمنح الأعمال حين استلامها، يعني السيد رمضان نعم. الحكومة قادرة على مواجهة تلك الضغوطات يعني، وستخضع لما تريده؟ واقعا في القطاع النفطي الأمور سارية، والآن هناك محاولة لسحب حصة شيل، طرد شيل من شركة الغاز وسحبها من عندها، ويحتمل ان تحال الى شركه صينيه وبغطاء منحها لبعض المستثمرين العراقيين، والعمل جاري من قبل وزير النفط. فالعمليه سحب العقود من شركات غير الصينيه جاريه ليس فقط في وزاره النفط، في وزاره النفط بشكل اوسع وابشع واقسى وقطعت مراحل كبيره، لكن لم يتابع احد هذا الموضوع. الان وصلت الى مشروع استراتيجي مثل النفط. نعم، أسوة بما يجري في النفط سيتم سحب هذا العقد من الشركات الكورية وسيمنح للشركة النفط إلى شركات صينية، وهو جزء من استراتيجية تنفذ منذ سنين في داخل منطقة وسط وجنوب العراق. في حال اختار العراق الشركة الصينية، هل سنتوقف أو لا نسمع مرة أخرى توجد ضغوطات، وهل سيكتمل المشروع يعني؟ لا، الشركة الصينية سوف تأخذ المشروع شكلا، ولكنك ستجد بين يوم وليلة هناك شركات محلية أو سورية مثل ما يحصل في النفط، أو شركات محددة سوف تمنحها الشركة الصينية، سوف تمنح الشركة الصينية المشروع لشركات ثانوية، والشركات الثانوية تقوم بتوزيع هذه المقاولات الثانوية إلى جهات معروفة داخل العراق من ميليشيات وعشائر وقوى متنفذة. هذا ما سيحصل، وهذا ما يحصل في القطاع النفطي تماما، ان كل عقد اخذته الشركات الصينيه تضع في الواجهه شركه سوريه او شركه محليه او عربيه او غيره، وهذه الشركه هي التي تدير كامل الاعمال، ومن بعد ذلك تتعامل مع مقاولين محليين وقوات متنفذه وميليشيات وعشائر. هذا ما يجري في القطاع النفطي في الحقيقه اليوم. القطاع النفطي يدار بهذه الطريقه ولا احد ينتبه الى هذه الحاله، فهذا مجرد حلقه اخرى اضافيه. فهذا ما سيحصل.
سوف تأخذه الشركة الصينية وتمنحه لشركة في الواجهة، والشركة تتعامل مع هذه القوى المتنفذة التي تقوم بالضغط الآن. فالمعادلة محلولة من مؤخرتها، يعني ما تحتاج أنه نبحث على دلائل ومقدمات، هناك أدلة على. إذن الأقرب إلى التنفيذ برأيك، تنفيذ الفاول الكبير، هي الصين، أقرب منها إلى كوريا. هذا ما سيحصل، وهذا سينطبق على معظم بل أغلب المشاريع في وسط وجنوب العراق في المرحلة القادمة، مع التمهيد لتمديد هذه المعادلة على مناطق أخرى في غرب العراق. هذا أيضا يهيئ. فالصين هي صاحبة الحظوة شكلا في مد النفوذ على وسط وجنوب العراق. السيبة الآن إلى 25 سنة من بعد ما اشترت الصين، عقد السيبة بأربع أضعاف سعره من كويت إنرجي. الصين تمد نفوذها على معظم منطقة جنوب العراق، ولأسباب سياسية ولأسباب مالية ولأسباب متعلقة بالعلاقات مع ما يجري في إيران والحصار هناك، وعملية مد نفوذ بالتعاون بين إيران والصين على منطقة جنوب العراق ثم الامتداد على عموم العراق. هذه استراتيجية يجب أن تفهم، ويجب أن نتحرى كل ما يجري على الأرض من تفاصيل أنه يرتبط في هذه الاستراتيجية. فهذا ما سيحدث. سيد رمضان، في سؤال أخير عفوا، الكثير من الكتل النيابية أو النواب يؤيدون أو يميلون إلى الشركة الكورية، برأيك هل من الممكن أن تتحقق رغبتهم؟ هل سيكون لهم تأثير أو دور في هذه الشراكة؟ الشركة الكورية طبعا لديها خبرة عالية في المكان وفي الموقع، وما تم طرحه عليهم هو الوزارة تريد أن تزيد الأعماق ولا تريد أن تغير الأسعار، وهذا تعديل تعرف الوزارة هو غير طابق للعقد، وبالتالي لم تستطع الانسحاب منه لأنه سيكلف الدولة دعاوى ستخسرها، وبالتالي هم يريدون أن يبقوا على الشركة الكورية، ولكن بقية الأعمال مؤخرا مؤكدا سوف لن تمنح الشركة الكورية أكثر من الأعمال، بل أنه ستمنح للشركات الصينية حصلا في هذا الصدد، لكن إن بقيت الشركة الكورية فسوف يحجم عملها بأقل ما يكون بما لا يحمل الدولة مشاكل قانونية. أما من الناحية الفنية أعتقد أن الشركة الكورية سوف لن تراعى، رغم أنها هي مؤهلة أكثر في إنجاز المهمات المناطة فيها، ولا سيما في مسألة الأعماق وحفر الحوض والمسار. من الولايات المتحدة عبر سكايب المحلل السياسي رمضان البدران، شكرا جزيلا لك سيدي.